احوج ما نحتاج اليه ثلاثة امور ينبغي ان نجعلها نصب اعيننا، فاننا ان فعلنا ذلك انتجنا لانفسنا ولديننا ولامتنا ثلاثة امور. الامر الاول نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. النقطة الثانية نلبس الدين. العالم الإسلامي يعيش انفصام، انفصام، ويعيش جوع وفقر في القدوة. ينبغي أن نتمثل الدين، ما علمنا نعمل به، هذه النقطة الثانية. ما علمنا نعمل به، ونجعل نصب أعيننا ثلاثة آيات. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشاعر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فتمثل الدين له معنى عظيم وفائدة كبيرة، وهو الذي يجعل من يخالطك يستفيد منك. أما تتكلم وأنت لا تعمل، هذا لا يقبل أبدا. المسلم والعاقل والجاد يدعو بأفعاله قبل أقواله، والمنافقون أعاذنا الله وإياكم من النفاق قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ماذا قال الله؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والشاعر قال: لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والثالث قالوا، قالت: وقد سألت عن حال عاشقها أي محبها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزيدي. قلت: لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. طيب هذا محبوب يحب محبوب، فما بالك الخالق والمخلوق. النقطة الثالثة أن نعتني في حياتنا بالبرامج. الذي ضعف الأمة المسلمة إهمال البرامج. البرامج جمع برنامج، والبرنامج كيف تحفظ القرآن، كيف تبر بوالديك، كيف تحسن من خلقك، كيف تتعود على الصبر، كيف تتعود على الإنصاف، كيف تتعود على التواضع، كيف تتعود على التغاضي عن زلات إخوانك وأصدقائك وجيرانك، كيف تترك لك بصمات قبل أن تموت يدعى لك بها وتكون قدوة في الخير بعد أن تنتقل عن هذه الدار.